الأهلي الأول بالتصنيف التراكمي على القارة ب 124 نقطة. الترجي التونسي الثاني 83، مازيمب الكونغولي الثالث 78، النجم الساحلي الرابع 74، نادي الزمالك الخامس 71، أسك 47، الرجاء 46، كوتوكو السابع 45، الوداد 44. في المركز العاشر عشان تاخدوا العشرة الأوائل شبيبة القبائل الجزائري 41، يعني الأهلي 124 نقطة ونادي الزمالك الشقيق 71 نقطة. دول الفرقتين اللي في العشرة الأوائل في القارة حسب التصنيف التراكمي، الزمالك 71 نقطة والأهلي 124 نقطة. مازيمب الثاني 58 نقطة، الترجي 56، النجم الساحلي 55، الزمالك الخامس 34 نقطة، والوداد 34، الرجاء 29 متساوي مع انيمبا، والصفاقس 28، والهلال السوداني 25.5، وصن داونز 23. إذن في التصنيف القرن الجديد، العشرين سنة من القرن الجديد يا باشمهندس، يعني خمس القرن بالظبط، الأهلي الأول ب 84 نقطة والزمالك الخامس ب 34 نقطة بفارق 50 نقطة عن الناديين.